مساكم الله بالخير. الحين احنا في هذا الوقت مو وقت للنقد بقدر ما يكون نرفع معنويات الناس ان شاء الله. وانا رسالتي لمجلس الوزراء وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء، حقيقه اقترح عليكم ان تعملون لجنه، وانتم شفتوا اللي قاعد يصير الحين من العماله السائبه اللي ما لهم ذنب، اللي تاجروا فيهم هم المذنبين. يجب عمل لجنه تقصي حقائق وتعرفون هذول من اللي قاعد يتاجر فيهم، وبعد الازمه يكون عقابهم عسير. احنا الشعب اللي وقفنا معاكم وراح نوقف معاكم الى الابد، احنا شعب حر ونحب وطننا، وانتم ايضا ما تنتظرون صوت منا، ولا تركنون على ناس تاكل حب. احنا سيف مجرب ترى، وربي يحفظكم. امان الله.